الطاقم الإداري وأسرة الإعلام. نظن أول لقاء معكم فيما يخص نشجع على الاستادات، واليوم إن شاء الله قادر نتلاقي مع مشايخي وسيادي على القرآن. هنا غير باش نضبطوا البرنامج في شهر رمضان يدق على الأبواب. رسوله الرجاء بالحق يدخل المسجد الحرام هشام، الله لا مؤمنين محلقين رؤوس. الصلاة والسلام على أشرف الله. نشكر قناة الأنيس على هذه الاستضافة وحضور معنا هذا اللقاء المبارك اللي عقدناه في مقر مديرية شؤون دين الأوقاف لولاية وهران. اللقاء هذا، البرنامج هذا اللي سطرناه فيما يخص النهوض بالتعليم القرآني، ها نحن في هذا اليوم المبارك الميمون استقبلنا ما يقارب 27 مدرسة داخلية، المشايخ تاعها اللي حضروا معنا من قرى ومداشر وبلديات ودوائر ولاية وهران العامرة، بحضور عمداء الدوائر وهيئة الإقراء. والهدف من هذا اللقاء أولا فيه لقاء تعارف بين المشايخ نتاع المدارس القرآنية، والمدارس القرآنية اللي الشيء اللي أثلج صدري والشيء اللي فرحني كما قلنا في التنصيب تاعي، ولاية وهران مدينة القرآن، مدينة القرآن، وإن دل على شيء فإنما يدل على المدارس القرآنية والمساجد كلها تسهر بطلاب المدارس القرآنية. النظام اللي مسطرته المديرية ناقشناه اليوم على مع شيوخ المدارس القرآنية اللي يتماشوا والشروط المنصوص عليها في القرار اللي مضاه السيد معالي وزير الشؤون ديال الأوقاف. قدم بكامل الشكر إلى المحسنين وذوي البر والإحسان من مدينة وهران، صدقوني اللي جزيكم هو الله تبارك وتعالى. ونتقدم بكامل الشكر إلى السيد والي ولاية وهران السيد سعيد سعيود، اللي كان له الفضل الكبير الالتفاتة لطلاب المدارس القرآنية وطلاب الزوايا، اللي خصصت لهم مبلغ مالي معتبر، وهذا المبلغ راهم فرحوا به الطلبة، هذا النداء فرحوا به الطلبة، ورانا ضبطنا ما درناش الإجراء حتى طلبنا من كل شيخ مدرسة يضبط لنا الملف الكامل تاع طالب المدرسة القرآنية، وطلبنا بالنسبة حتى لميروت كونت نتاعهم، حتى السي سي بي ولا الموندا ولا اللي عندها فانيلا لا بونك، باش يخرجوا لنا الفرسان اللي نجحوا باش يتكرموا ليلة 27 من رمضان.